بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا السابع للحول والزمول المحليات لننطلق مع الحول في هذه اللحظات المحليات الأصايل وشوط مع الإنتاج والمنتجين الحاضرين في صباح هذا اليوم وعلى أرضية هذا الميدان ميدان الوثبة عاصمة الميادين. نرحب بكل الحاضرين والمتواجدين. نبدأ مع البداية ومع المقدمة ليتابع الحضور مع سمحة سعادة حميد بن سعيد النيادي. يقدم لنا سمحة مع أول المراكز، سمحة مع البداية في هذه اللحظات. المركز الثاني القدوم من طاعة القادمة الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الأعفاري، بينما المركز الثالث القدوم من الدغاشة القادمة في هذه اللحظات راشد بن علي بن نويصر المنصوري. يقدمها مع المركز الثالث المركز الرابع. الحضور في هذه اللحظات آران القادمة آران الحاضرة راشد بن حمد بن عبلان الكتبية يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور العاند القادمة مع المركز الخامس في هذه اللحظات حمد بن عوض بن زيتون المهيري هو القادم مع العاند على خامس التحديات. المركز السادس الحضور من أملولة سالم بن جابر بن عبد الله الحربي من يقدم لنا شعار بينما المركز السابع الحضور في هذه اللحظات من هملولة حمد بن الطامي بن سعيد الخيلي هو القادم هو الحاضر في هذه اللحظات. بينما أتابع التواجد والحضور في هذه اللحظات من أفعال وأرباح ولكن أفعال لمحمد بن سهيل بن سالم الخيلي يقدم لنا شعاره، بينما أتابع القدوم من أرباح محمد بن حسن بالثيمة العامرية يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية، إلى التواجد مع سمحة سعادة حميد بن سعيد النيادي هو القادم وهو المنطلق على البداية مع سمحة، سمحة مع البداية لتنطلق في هذه اللحظات من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. مقدمها بهذا العرض الكبير بهذا العرض المميز مع سمحة وشعار سمحة. المركز الثاني القادمة طاعة بشعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الأعفاري قادما وحاضرا مع المركز الثاني المركز الثالث القادمة دغاشة الحاضر هنا راشد بن علي بن نويصر المنصوري مع المركز الثالث المركز الرابع في هذه اللحظات القدوم والحضور في هذه الأثناء من آران راشد بن حمد بن عبلان الكتبية القادم مع رابع المراكز المركز الخامس والحضور هنا من أملولة حمد بن قطامي بن سعيد الخيلي قادما وحاضرا بهذا الحضور مع المركز الخامس المركز السادس أفعال محمد بن سهيل بن سالم الخيل قادما مع أفعال في هذه اللحظات ليقدمها بهذا الحضور ليقدمها بهذا التقديم الكبير. بينما أيضا القدوم من هملولة سالم بن جابر بن عبد الله بن حربي من يقدم لنا في هذه اللحظات هذه الانطلاقة وهذا التحدي. بينما أتابع أيضا القادمة
أرباح لمحمد بن حسن بن ثيمة العامري وكذلك وتابعه القادم النهضة حمد بن خويت بن بخيت العامري. يا سلام، أول حضور وأول نداء للنهضة في هذه اللحظات، أيضا في هذه الأثناء وتابع العاند حمد بن عوض بن زيتون المهري وكذلك وتابع خيره يا خير الحاضرة في هذه اللحظات بشعار مطر بن سعيد بن حضير الاكتبية يقدم لنا خيره، ولكن نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط إلى سمحة سمحة يا سمحة يا سمحة المسيطرة مع البداية كيلو ونصف الكيلو، ما يفصلنا عن الفوز، ما يفصلنا عن الناموس، ما يفصلنا عن الانتصار الكبير. وسمحة بشعار سعادة أحمد بن سعيد النيادي يقدم لنا سمحة المركز الثاني. أيضا القادمة في هذه اللحظات هنا أتابع في هذه اللحظات القدوم من أفعال محمد بن سهيل بن سالم الخيلي يقدم لنا شعاره في أول أشواط المفتوحة في هذا الصباح مع الحول المحليات الأصايل الأصايل اللي بدل في الانطلاق. أتابع أران راشد بن حمد بن عبلان الكتبية الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير يا إخواني، يا هل الحول يا هل الأصايل. القدوم أيضا من هملولة حمد بن قطامي بن سعيد الخيلي، ولكن العودة إلى سمحة، العودة إلى شعار النيادي وسمحة، وهذا الاسم الكبير وهذا الاسم التاريخي سمحة يا سمحة. ومن لا يعرف سمحة النيادي سلام يا النيادي إن استمرت سمحة على هذا المنوال على هذا العطاء الكبير على هذا العطاء المميز. سمحة بشعار سعادة أحمد بن سعيد النيادي وأفعال تحاول بشعار محمد بن سهيل بن سالم الخيالي الخيالية، ولكن سمحة سمحة يا سمحة وسمح الله دربك سمح الله دربك يا سعادة أحمد بن سعيد النيادي. ما هذا الأداء الكبير، ما هذا الأداء المميز اللي تقدم لنا سمحة بالعروض الكبيرة بالعروض الممتازة. سلام مغافة سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني أفعال محمد بن سهيل بن سالم الخيلي. المركز الثالث أوصلت الهبيبة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. المركز الرابع كان الحضور من هملولة سالم بن جابر بن عبد الله الحربي. المركز الخامس المركز الخامس كان الدخول جماعي لنتأكد في لحظات الإعادة عبر قناة ياس. إذن سمحة بشعار سعادة أحمد بن سعيد النيادي قدم لنا سمحة بالأداء الكبير بالأداء المميز. نتابع وإياكم يا من تتابعون التوقيت الزمني ولحظة وصوله 9:22 وجزئين من الثانية، بينما المركز الثاني أفعال لمحمد بن سهيل بن سالم الخيلي من احتلت المركز الثاني توقيتها 9:00. و23 ثانية وجزئين من الثانية، المركز الثالث الهبيبة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي مع المركز الثالث توقيت الهبيبة ولحظات وصولها إلى خط النهاية 9:27 ثانية، 6 أجزاء من الثانية